شكله متعذبش يموت الولد. مفروض سألته قبل لا يموت. شن تقصد؟ ولا برس الصاحب قاعد عايش تلقاه. شن تلقى أنت؟ تحسبني نرضع في صبعي ولا شني؟ يود ويفقش يا كوري، تدوي ما نفهمش فيك. جاوبني، شم تستفيد من قتلتي؟ شم تستفيد من قتلتي؟ شن تقول أنت؟ جاوبني على سؤالي. أنا ما نعرف شيء ولا نعرف شن صاير. جتني مكالمة من جماعة الأمن في السجن، قالوا لي الكوري بينفذ في واحد عطيتهم الأوكي. هذا في بدالة جيت تشكرني وتشكر الطيقة اللي حاطها فيك، جاي معك رجلي وجهك وتتهم فيه بالبطل. ومن في غيرك يبي يقتلني؟ ما نعرفش، ما نعرفش ان عندك أعداء. لكن زمردة خيرها، هي اللي بعتتهم. وعلاش تبعتها؟ انت هسر روحك علاش؟ اسمعني كويس يا كوري، انا لو نبي نقتلك نقتلك هنا وتو، والجتة متاعك هيا ندوبها ونبزعها في المجاري. أنا لما نقول لك ما قلتش يعني ما قلتش، ولما نقول لك ما نعرفش يعني ما نعرفش. وبعدين أنا الآمر الناهي هنا، أنت عايش بخيري وتحت رجلي. تمام تمام يا عيسى. وتوا وين ورق؟ أنسى. شنو أنسى؟ أنت تعرف ردي كويس، نطلع من هنا نعطيك الورق. ما طلعتش انت ما عندك عندي شيء. يعني ما عندكش فيه ثقه يا كوري؟ ثقه مش مساله ثقه، لكن انا من غير الورق هو انسان ضعيف، وتقدر تقول انه هو كل قوتي، وانا من غيره ما نسوى شيء. انا قاعد نحاول نطلعك من هنا، لكن انت تعرف انك قانونيا صعب. ومن قال لك نبي نطلع بالقانون؟ طب مالك كيف تطلع؟ هربني هربني، حسابها سهل. هربني حتى من المجال، المهم نطلع من هنا. والورق؟ لما نطلع من هنا وندير دوش بعدين نعطيك الورق.